مرحبا، كيفكم؟ اسمعونا هالمكالمة. يعطيك العافية. هلا. بس حابين نحجز اليوم عندكم خرج، نحن ثلاث شباب. شباب لحال؟ ايه شباب لحالنا. والله بدي اعتذر منك يا استاذي، بس عائلات. عائلات؟ طب نحن احيانا بنيجي بنقعد. والله للاسف حقك علي، عندي ضغط اليوم بالحجز. فعلا يا جماعة هذا الشيء عم يصير معنا، هي الشغلة بكافيه بنص المالكي بنص الشام. ليش؟ لازم اجيب معي بنات؟ انا زلمة اذا انا خاطب او متجوز وطالع هيك انا ورفقاتي، ليش انا ما لازم افوت الا معي بنات؟ ايش هالمنطق؟ كل ما بدنا نفوت كافيه نتصل بدنا نحجز، في بنات ما في بنات ممنوع، والله بنعتذر منك يعني لانه رأسهم. اخي خلص اذا ما في بنات جيب لي بنت عمك بنت خالتك قاعده معي على الطاوله ومس الامر، يعني والله ما بصير. نحن شو على اساس ببلد يقال انه بلد اسلامي؟ يا اخي ليش انت عم تفوتني وتجبر علي هذا الشيء؟ من يومين دقيت لك كافيه عن طريقي، يعني قلت له مرحبا بدنا نحجز لثلاث اشخاص، قال والله بنعتذر منك ما في. نفس الثانيه خليت اخته لرفيقي تتصل، لقيت اكرم عينك فيه وحجز له وكل شيء نظامي. هاي بالشام، فما بالك بالمنتجعات؟ انا هاي الصيفيه ما طلعت صيفت، لانه لما دقيت له شو قال لي؟ قال لي والله استاذ بنعتذر نفوت شباب لحالكم، اذا بدك جيب رفقاتك البنات. يعطوني قرار واحد بالسياحه ولا التعليم ولا اي شيء يقول لك ممنوع يفوتوا الشباب لحالهم على الكافيهات، يعني ما اعرف. نحن بس عائلة. بس عائلات، نحن طلعنا حكينا بلكي على سوال يطلع قرار يربوا هالكم كافتيريا بس اللي عائلة. بس عائلات خلص.